بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض هشيل أختكم في عناية وهعاملها بما يرضي الله وبتهيألي إنه ده اللي هيطمنكم عليها معايا. كان بيدرس في بلاد بره ولسه راجع. كان بيدرس إيه بره؟ دكتور له شأن وقيمة كبار قوي وهو كبير أمه وعايزة تفرح بيه. ده عنده كام سنة ده؟ 32 سنة طول بعرض وهيبة. بالك أنت أمه لما شافت صورتك وسألت على أصلك وفصلك قالت لي أنا مرضلوش بأقل منك أبداً وأنا قلت لها الست النبيلة دي ست البنات وتستاهل ابنك. إنما ماجدة ما جاتش معاك ليه؟ هي كانت جاية معايا بس جالها مشوار على غفلة اضطرت تروح بس هي وصتني أبلغكم تيجوا تتعشوا عندنا الاتنين اللي جاي لو فاضيين طبعاً. فاضيين؟ لا يا عزيز مش هينفع. إحنا طبعاً أهل ومفيش بينا تكليف وبيتكم بيتنا بس لازم نمشي بالأصول والأصول إنك تتفضل هنا عندنا لحد ما نعمل خطوبة رسمي وساعتها هنيجي عندكم البيت براحتنا. الفلوس دي ناقصة 3 جنيه. أيوة ما هو ده كل اللي معايا دلوقتي. ما اختلفناش بس اللي معاك ده أقل من المبلغ اللي اتفقنا عليه. حاضر هجيب لك بقية الفلوس وأنا جاي أستلم الباسبور. اتفقنا بس تدفعي زيادة 5 جنيه على الاتفاق. حاضر جمعتين وهستلم. جمعتين وهنتقابل يا هيكون خلصان يا هبلغك هيكون خلصان امتى. هدية صغيرة عشان اشكرك. مش كفاية الفلوس اللي حضرتك اديتهاني ده كده كتير قوي عليا. صدقيني تستاهلي اكتر من كده. عارف شو احسن شيء بالتعب اللي حصل؟ معقول في حاجة كويسة في التعب؟ حاجتين. أول شي حسيت إنه التعب قربنا لبعض.
شفتك كيف كنت عم تهتم فيي طول الوقت، بالرغم من الزعل اللي صار بيناتنا قبل، بس حسيتك عم تهتم فيي مش بس لأنك دكتور. أكيد أنا فعلا كنت خايف وقلقان عليك. وتاني شي إنه نادية تعودت تنام بعيد عني. تعالي يا مريك. حماتك بتحبك. أنا مش قوية زيك يا صوفيا. كل ما الوقت بيعدي بخاف على ناجي أكتر. لو كان جرى له حاجة كان زمان عرفنا. تسألنيش أنا متأكدة كده إزاي؟ اعتبري قلب الأم. وانتي كمان. ما بطلتوا تيجوا عندي ليه؟ من بدا اخر مره هبشتي فيها انا اظن بقى صعب. كارتين انت عارف كويس انا في ايه، لكن اني بتعملني كاني ست مجنونه. وانت كمان يا ارتين. اودي بس. لا مش هقعد لو انت كمان شايف ان انا انانيه ومضيعه بنتك ورايا. اودي بس اودي. انت اكتر واحده عارفه يعني ايه قلق الام على اولادها. انا زيك بالظبط، قلقانه على مريكا. مني؟ لا من الزمن او من نفسها. مريكا عيله صغيره ونينو اول حب في حياتها. طب نينو بيحبها كمان. لكن افرضي نينو، افرضي راجع ومش حاسس بيها زي زمان. ما هو أكيد يا صوفيا بعد ما عدت بينا ما باش ناجي اللي احنا عارفينه. تهرب يا صوفيا. ايه يا آني؟ ما بقيتيش بتحبي قهوتي خلاص؟ بعد ما كان يومك ما بيبدأش غير بيها؟ عموما أنا جبتلك المحل كله لحد عندك هنا. تعالي يا بنت هنا وحشتيني. طب امك وغداره انت ايه قللت الاصل وما تساليش على صوفيا؟ يعني الدنيا جايه علينا كفايه، بلاش نبقى احنا وهي على بعض. هتوزي مني اي حاجه تانية قبل ما امشي؟ تمشي ايه؟ انت مش هتسالي عن هي؟ ده انت موظفه لقطك. وانا اشتغلت الشهر كله عشان اسال عن هي. انت هتروحي مني فين؟ اطمني هشغلك بيهم وزياده. امسكي. احب دايما اول مرتب يبقى كامل عشان تحسي بفرحته. شكرا يا صوفيا. ربنا يخليكي ليا. ومن العلم ما قدر.
شرفتينا يا هانم. اهلا وسهلا. اصلي مامت نبيله الله يرحمها علمتها كل حاجه، طلعتها ست بيت تحب تعمل كل حاجه بنفسها. سكر حضرتك ايه يا طن؟ معلقه واحده حضرتي. بالك انت يا دوله هانم، انا جبت عرسان كتير وقليل الانسه نبيله، بس هي مش اي حاجه تعجبها. اتفضلي يا طن. تسلم ايدك يا حبيبتي. عقبال ما نشربه في بيتك يا حبيبتي. ما تتعبيش نفسك يا عروسه، انا هاخد كوبايه الشاي بتاعتي بنفسي. وانت يا نبيله فين فنجالك؟ لا انا بخاف الشاي يسهرني. نمي بدري. علشان بحب اصحى بدري افطر بابا واشوفه قبل ما يروح الشغل. وقبل الاوتيل باباكي كان بيعمل ايه؟ صدقي يا طنط ما اعرفش، انا وعيت على بابا عنده الاوتيل. هو بتاعه ولا ورثه عن اهله؟ بتاعه طبعا، صدقي بيه اللي بناه بنفسه. وليه في شركة؟ لا للاسف. للاسف ليه؟ علشان هو اللي شايل الحمل كله لوحده، مفيش حد يشيل معاه. واضح انك متعلقه قوي بباباكي. قوي طبعا، البنت دايما لابوها، وهي حبيبتي حتى ما عندهاش اخوات. بكره اخوات جوزها يبقوا اخواتها. ايوه مال ده اكيد. انا المقاسات كلها كده عندي، فاضل بس انك تختاري الموديل. انت محتاجاه امتى؟ والنبي ما انا عارفه. طب اجل لغايه ما تبلغيني. لا تاجلي ايه، ايه الفال ده؟ اشتغلي فيه ولو خلص بدري خير وبركة. اختاروا طيب المقاسات وانا هستأذنك اطلع عند الست ام اجلالة شقة عليها على ما تختار. عن اذنك. البيت بيتك يا لطيف. الله يخليك. مبروك يا ابله. الله يبارك فيك يا حبيبتي، عقبالك. بس انا مش عارفه ليه يا جليله كده، حاسه ان انا مش مرتاحه. ليه يا ابله؟ خايفه يا جليله. من ايه؟ خايفة لا يطلع مش قد المقام. عايزة تفصلي عند حد غير لطيفة؟ لطيفة عشرة عمره، ياما قسطت لي، هبقى قللت الأصل لو ما فصلتش عندها في يوم زي ده. طب أمال إيه بس؟ خايفة لا يكون ذوقي هو اللي مش قد المقام. ده أنا كلي على بعضي مش قد المقام. لكن صدقي بيه شريكي على حالي. حاسة إن هو مستني إن أنا أتغير. أتغير وأبقى شبههم. وأنا مش عارف أتغير. حتى لو حاولت والله ما هعرف. ما اللي شبههم موجودين حواليه في كل حته، يبقى هيسيبهم كلهم ويجي ياخدك انت ويعوز يغيرك؟ هي الناس اللي بتختار تحب حد وبعدين تقعد تبكت فيه على اختياراته وتحاول تغير فيه. ما من الاول يعني اختار حد شبهنا، يا اما اللي مش شبهنا نسيبه في حاله. انما انك تحب حد وتبقى مش قادر توافق عليه، ده يبقى جنان. يا بنت اختشي يا بنت، ما تجيبيش سيرة صدقي كده. حوش حوش يا سي صدقي. يا بنت بس يا بنت ما تكسفنيش. سي صدقي. بموت في ضحكتك يا بنت. الله، انا قلت هاجي الاقيكم مطلعين 10 فساتين، الاقيكم بتتسمروا؟ هي الفساتين حطير يا لطيفه، ما موجوده اهي. هنختار دلوقتي، تعالي قبل. لا لا، اللي قبله اللي قبله. هو ده. لا شفتي حلو قوي. صحيح ما كانش له لازمه يا نظيره كل ده، انتي بتحسبينا اغرب. وحياتك مش انا يا ماجدة، دخلها اللي قال ساره لازم يجي لها الحلو كله في يوم زي ده. يجعله يوم فرح يا رب. فرح لينا كلنا، انتوا عشرة عمر وهتبقوا اهل باذن الله. والاهل ما فيش بينهم كسوف، ضروري نتفق على كل حاجة، اللي لينا واللي علينا، عشان نبقى على بينة من الأول. كلام موزون. وحضراتكم إن كان ليكم أي طلبات معينة قولوها لنا، وإحنا هننفذ اللي نقدر عليه كله. بالظبط اللي نقدر عليه. أنتوا بتفكروا تتمموا الجواز إمتى؟ لما تبقوا جاهزين. إحنا جاهزين من كله، البيت موجود والعريس مستني عروسته. أنهي بيت؟ بيتي اللي بتقيلي فيه تملي. هو انت تايهه عنه يا نظيره ولا ايه؟ هم هيعيشوا معاكي؟ امال هيسيب بيت
الناس بتحفى عشان تطول نصه ويروح يشتري ولا يأجر في حتة تانية. فعلا عمرنا ما هنلاقي زي البيت ده. أيوة بس ما تأخذونيش يا مجدة، دي أول جوازة ليها وهي لا أرملة ولا مطلقة علشان تدخل على عفش قديم. لا طبعا، وأنا ما يردنيش نجدد لهم أوضة عزيز وماله، وكده كده ما انتوا هتاخدوا مهر، فشوفوا اللي تقيموا بنتكم بيه وافرشوا لها الحلو كله، وانا متاكده انها مش هتبقى اقل من مستوى وذوق البيت عندي. وممكن ننزل نتفرج على اوض النوم بعد ما ننقل الشقه. طب مش لما نخلص من حاجه حاجه الاول؟ عايزه نخلص من ايه تاني؟ الاوضه وسبتكم تجيبوها على ذوقكم. طب وباقي البيت؟ ماله باقي البيت؟ لازمه تجديد علشان يستقبل عروسه. ما احنا اكيد هنعمل اللازم. لازم ايه اللي هنعمله؟ بقول ايه يا عزيز، اتفضل معايا في البلكونه ندخن سيجاره ونكمل كلامنا ونعمل اللازم. عزيز ما بيدخنش، والاتفاق يكون هنا في وسطنا كلنا احسن. حس كده اسيبك انا؟ تسيبنا وتروح فين يا لطفي؟ مفيش اتفاق هيتم من غير رضاك. انت خلي البنت وفي مقام والدها الله يرحمه. لا انا بقول احنا اللي نسيبكم تشوفوا وتفكروا عايزين ايه بالظبط، ونبقى نتكلم بعدين. سعيدة. سعيدة مبارك، كنت عند جليلة؟ اصل انا نسيت المفتاح، قلت عدي اخده منها بدل ما افضل اتسوح في الشوارع طول الليل. انا اسفة، انا برغي واكيد هعطل حضرتك. حضرتك كنت داخل التياترو؟ لا خالص، انا كنت عند سعادي، بقالي اسبوعين سايب ساعتي عنده بتتصلح ونسيتها خالص. النهارده خلصت الشغل وقلت اعدي عليه. صدفة حلوة، يمكن مكتوب لنا نتقابل هنا عشان ما شفتكيش الصبح. أنا قلت أكيد حضرتك مشغول فعشان كده ما كنتش عرفت أعدي علينا. كان عندي عملية الصبح بدري. عدت على خير. تحب أوصلك؟ لا ملوش لزوم، طالما حضرتك كان عندك عملية الصبح أكيد أنت تعبان وعايز تنام. وبعدين بيني وبينك الجو حلو أوي، ممكن أتمشى. يبقى خلاص، نتمشى سوا لحد ما ألاقي لك حنطور. اتفضلي. عارفة أنا زمان كنت بمشي من بيت قرايبي في الحلمية لحد بيتنا في المنيرة من غير ما أسأل، أصل كنت بصرف كل فلوس المواصلات اللي باخدها من أهلي في اللعب وبضطر أروح ماشي. أنا كمان كنت بخلص مصروفي من ماما أول لما بخلص. تفضل تقولي ان انت ايديكي بتاكلك طول ما فيها فلوس وما بترتاحيش غير ما تفرتكيها كلها لحد اخر مليم. وكنت بتصرفيها في ايه؟ مستيكه. والله كنت بشتري مستيكه واكلها، واول لما سكرها يخلص ارميها واكل غيرها. مشوار قصير قوي، خلص اسرع من المستيكه بتاعتك. كان عندك حق، صدفة حلوة فعلا. صباح الخير. وانت من اهل العرب يا اسطى.
ايه يا حبيبتي اللي انت عاملاه في روحك ده؟ ليه يا نبيل؟ ليه يا حبيبتي تعملي كده؟ تأكدي إن ماما الله يرحمها لو كانت موجودة كانت هتبقى طايرة من الفرحة وهي شايفك عروسة، ولو شافتك دلوقتي وشايفة أنت عاملة إيه في نفسك هتبقى متضايقة عليكي جدا. أنا مش زعلانة عشان ماما ومش موجودة وأنا عروسة، أنا زعلانة علشان من هنا ورايح مش هتكون موجودة غير في قلبي بس. يعني إيه يا حبيبتي؟ يعني الست اللي حضرتك عايز تجيبها تاخد مكان أمي، هتمحي كل ذكرى ليها وهتموت اللي فاضل في البيت منها. أبدا، أنت ما تعرفيش نعمات، نعمات حنينة وهتحاول تكون أم تانية ليك. أنا مش عايزة أم تانية، أنا مش عايزة البيت ده يشيل غير ذكرى أمي وبس. زي ما الدنيا حرمتني منها تحرمني انت كمان من حتى ريحتها. ايه كل ده؟ حبيت؟ طبعا حبيت. والغنية؟ ايه دي؟ لسان بويه، مش انت بتحبها؟ اه صحيح، انما جبتي الاسطوانة دي منين؟ انا لما بوص شي بعمله. يا ريت الحاجات اللي الواحد عايزها تبقى سهلة كده. اللي يا ريت هو انه نانسي تخلينا نقعد مع بعض من غير ما نصحى. شكله هلا عم بيطلع لها سنة جديد ومش عم تقدر تنام مظبوط. عموما نحن هلا بنقعد بناكل مع بعض بنرجع نطلع لفوق تنسمعها اذا بكيت. مش هتنايميها؟ شكلها السهرة صباحي. صار لازم نلاقي حدا يقعد فيها. ما انتي مش ساكتة وبتدوري. مش عم لاقي حدا. طنط مجدة جابت لي ناس كتير بس مش عم بأمن اترك نانزي مع حدا منهم. معلش انا متأكد ان انا هلاقي شخص مناسب. نصبر شوية بس. طب ليش نصبر ونحن عنا الشخص المثالي؟ انت في شي زعجك بكريمة وهي هون؟ لا طبعا لا، حيكون في ايه؟ انا ما شفتش منها غير كل خير. طب لكن ليش ما بتخليني حتى اجرب؟ لاني شايف انها مش احسن حد يقوم بالدور ده، وشبه متأكد انها هي كمان هتشوف كده، فبلاش تحرجيها وتحرجينا معها. ايوه بس ما بدي ردك هلا، فكري عم هل بالموضوع ونحكي بعدين بالتفاصيل، ما رح نختلف على شيء. الفكرة مش في التفاصيل، أنا بحب نادية قوي بس مش عارفة لو الوضع ده هيكون مناسب لينا كلنا. مين كلنا؟ أنا اللي عم بعرض عليك الموضوع، إذا وافقت ما بيضل في غير صوفيا وأنا رح أحكيها بنفسي.
يا حي اجت بدك اسألها وكلمتها؟ لا طبعا، ما خليتهاش تتكلم في الموضوع. تكلمها ده ايه؟ طب امال قلت لها ايه؟ بصراحه في الاول قلت لها اديني فرصه افكر عشان ما حبيتش اكسفها، بس ما لقيتها عايزه تروح تتكلم مع صوفيا في ساعتها قلت لها لا مش هينفع. طب انتي مش حاسه انك محتاجه تفكري؟ هي صحيح يعني اما قالت لي ما هي صدقتش وديني، انما برضو لا. لا عشان متضايقه من الفكره ولا لا عشان حابه الشغل مع صوفيا اكتر؟ خليكي صريحه مع نفسك عشان تعملي اللي في مصلحتك. لا علشان اما رحت لهم في الاول انا كانت صعبانه عليا البنت الصغيره، مامتها عيانه ومعزوله عنها ومفيش حد يقعد بيها، وكمان علشان دكتور فريد وقف جنبي كتير قوي، كانش صح ان انا ارفض له طلب وما كنتش مستنيه مقابل. انما انا مش هينفع ان انا اشتغل الشغلانه دي بمزاجي. لا طبعا، لو كده يبقى انت عليكي من ده بايه؟ لو على الجميل اديكي ردتي، ولو على الشغل طيب ما انت شغاله ومكفيه نفسك ومش ناقصك حاجه. انا هروح اجيب ميه. مش عاجبك المكان ولا ايه؟ لا ده حلو قوي. مش عاجبني ازاي؟ ده ولا في الافلام. طب ايه رايك نخش فيلم سينما بعد الغدا؟ اه بس بس ايه؟ انت مش بقيتي خطيبتي رسمي دلوقتي وقريت فتحتك عند اخواتك؟ مش رسمي قوي يعني، لسه بقيت الناس ما تعرفش. ما انا بقى عازمك على الغدا النهارده عشان نتكلم في الموضوع ده. ايه رايك لما نيجي نلبس الدبل نلبسها في الشمال على طول؟ يعني ايه؟ يعني احنا مش صغيرين يا نعمات عشان نضيع وقت من عمرنا في خطوبه وكلام عيال، احنا نتجوز على طول، ايه رايك؟ مش احنا قلنا خطوبه عقبال ما تقولي نبيله وبقيه الناس، ولا هتدخلني عليهم كده مره واحده؟ لا ما انا بفكر ان انا وانتي في بدايه حياتنا الافضل اننا نسكن لوحدنا عشان نتعرف على بعض اكتر ونتعود على بعض براحتنا. لوحدنا فين يعني؟ المطرح اللي تقولي عليه، بورسعيد بعرضها بتاعتك، وبورفؤاد كمان لو عوزتي، قشري انتي بس. انت عايز تجوزني في السر يا صديقي بيه؟ طب عن إذنكم دقيقة وهرجع أخد بقية الحاجات. فريد صباح الخير. صباح النور، ازيك يا صفية؟ عادي. انت ازاي احوالك؟ الحمد لله. مفطرك ولا عاده سبقتنا؟ لا بس ممكن اشرب قهوه من ايدي. اكيد. يسعد صباحك. اجيب لحضرتك الفطار؟ لا صوفيا بتجيب لي قهوه، اصلا نازل من مصر كمان شويه وعايز ابقى خفيف عشان السفر. خير في حاجه؟ لا ابدا، زياره شغل. صحيح انا كنت عايزه اعتذر لحضرتك على انه يعني اني اعتذرت المدام عايده عن الشغل عندكم. مش عايزاكم تزعلوا مني، انا كنت مبسوطه وانا بساعدكم في ظرف صعب وما كنتش مستنيه اي مقابل، بس ما تاخذنيش، ما ينفعش ابدا دي تبقى شغلانتي. انا ما اعرفش ان عايده اتكلمت معاكي في الموضوع ده، بس هي من كتر ما اطمنت على ناديه معاكي كان بودها ان ده يحصل. انا اسف جدا. لا ابدا ما حصلش حاجه،
أنا متشكرة أوي على ثقتكم فيه، ويا رب تلاقوا الواحدة المناسبة قريب. أنا بكرر اعتذاري وبأكد لك إنه ما كانش القصد أبدا. أنت مكانتك عندنا أكبر من كده بكتير. عارف بس اقعدي اقعدي. طب يلا يا ابله هنتاخر. لا ما احنا مش رايحين في حته. ليه يا ابله؟ خير كفالة الشر. زي ما قلت لك يا جليله بيستعر مني. ايه يا ابله اللي انت بتقولي ده؟ لا طبعا ما كانش راح لاخواتك. شايفني قليله قوي لما الموضوع قرب اما هو بعد. طب اهدي بس وفهميني، بعد ازاي؟ عايزنا نتجوز في بيت غير البيت اللي هو عايش فيه. عايز يتجوزك في السر؟ لا في العلن، بس هنعيش في بيت تاني عشان ما يعملش مشاكل مع بنته لغاية ما بنته تتجوز وتخرج بره البيت عشان نقصر الشر. طيب ما يمكن ده الأحسن فعلا؟ أحسن في إيه؟ إنه مستعار يدخلني بيته ويقول لكل الناس إن أنا مراته؟ طب أنا ضمني إن لما بنته تتجوز وربنا يهديها أنا هنول الرضا، وبعدين بنته لما تتجوز مش تفضل رايحه جايه على البيت؟ ايش ضمني بقى اني هنقصر الشر ساعتها؟ طيب ما يمكن بنته دي كويسه وهو بس اللي خايف احسن تزعل. كويستي انت مش عارفه حاجه، بنته دي سو ده كل اللي كانوا بيشتغلوا عندها بتطفشهم، وهو من وراها يجيبهم يشتغلوا عندنا في اللوكاندا عشان ما بيحبش قطع الارزاق، وعشان طيب وحنين ومش قليل الاصل. او انا اللي كنت فاكره كده؟ لا يا أبلة هو كده تمام، هو يمكن بس عارف مصلحتك فين. وبعدين مستعر منك ازاي يا أبلة وهو داير معاكي طول النهار في الشوارع؟ أنا دايرة يا جليلة؟ يا أبلة الراجل ما قالش حاجة غلط. يمكن ما قالش حاجة غلط، يمكن، بس الكبسة وحشة ولا اتكبست؟ معلش. طيب أنتي قلتي له إيه بعدها؟ قلت له احنا محتاجين وقت وبعدين نستعجل ليه ولغايه ما امورنا تتحل نبقى نتمم الجواز، وبعدين بيقولوا فتره الخطوبه دي احلى فتره وانا ما لحقتش اعيشها قلت امدها بقى. الله يحزك يا ابني. اخر دفعه دي هندفعها لما تجيب الحاجه. هو انا طلبتها منكم دلوقتي؟ انت كل شويه طلباتك تكتر، كل مره تقول المره اللي جايه المره اللي جايه. لا يا خواجه ما تحسسنيش ان انا بنصب عليك، انا مرسيكم الاول ان ده مش شغل حكومه عشان يطلع بميعاد. طب بعدين امتى يعني يطلع؟ خلاص المقابله الجايه تبقى الحاجه معايا. مش خلاص؟ ايه يا مارتينا؟ احنا هنصدق ان احنا اصحاب وقاعدين بناخد مع بعض الشاي ولا ايه؟ وبعدين مش المره اللي فاتت قلتيني ان القعده دي مش هتتكرر تاني عندي؟ هتشحرك المكان، هدول الراجل ده والناس دي كلها، وهدول اصحاب المكان ده كمان، والست دي، يلا بسرعه. بسرعه يلا. Thank you.
قلبي ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعراب الانسحاب ما إني عارفة إنك طريق أخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد أعراض الانسحاب.